بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في بيزك نيوناتولوجي. موضوعنا النهاردة بارينيتال سكرينينج، ماترنال اند نيونيتال سكرينينج. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر وأهلها الطيبين من كل مكروه وسوء. بارينيتال سكرينينج، احنا هنتكلم على 6 سكرينينج. وكلمة سكرينينج تيست معناها ايه؟ معناها سيمبل اند تشيب تيست تو سكرين فور ماني بايوكيميكال ابنورماليتيز. هي فكرة السكرينينج ان هو اختبار بيتعمل بتكلفة مش عالية قوي علشان يمنع مشكلة تبقى اللود بتاعها على الكوميونتي وعلى البيرسون عالي، بالاضافة ان انا معالج بدري استفيد قوي من فكرة السكرينينج واقدر احمي المجتمع واحمي الشخص. فعندنا في ماترنال برينيتال سكرينينج، وعندنا في البلس اوكسيمتر سكرينينج، لان هو من 2011 بقى دخل في السكرينينج نيونيتال سكرينينج، في سكرينينج فور نيونيتال سيبسيس ريسك، في كورد بلاد سكرينينج، نيو بورن ميتابوليك سكرينينج، اند هيرينج سكرينينج. على بركة الله نبدا بماترنال برينيتال سكرينينج. ماترنال برينيتال سكرينينج، عايزين الفيتس يبقى هابي كده زي الفيتس اللي قدامنا ده، يبقى هابي وسعيد كده. هنعمل ايه في الفيتال في الماترنال سكرينينج؟ بنعمل ماترنال سكرينينج ليه بقى؟ للبلاد تايبس ار اتش انتي بودي سكرين، علشان ده بيواجهنا في مشكله ايه؟ في مشكله الاي بي او ار اتش انكومباتيبلتي. بنعمل هيموجلوبين او هيماتوكريت، بنعمل روبيلا انتي بوديز، بنعمل هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، بنعمل سيرولوجيكال تيست فور سيفيلس، بنعمل هيومن اميون ديفيشنسي فيروس، بنعمل جروب بي ستريبتوكوكس كلشر، بنعمل جونوريا اند كلاميديا كلشر، اند جلوكوز توليرانس علشان الجستيشنال دايابيتس. يبقى ده ماترنال سكريننج بيرينيتال سكريننج علشان ابريبير للدليفري وابقى مستعد للدليفري. في بلس اوكسيمتر سكرينينج فور اول نيو بورن زي ما قلنا من 2011 بقى يونيفرسال بلس اوكسيمتر سكرينينج از ريكومندد فور اول نيو بورن، ماشي؟ لان هو الحقيقه يعني اختبار سيمبل وبسيط ومش مكلف، انما ممكن عن طريقه اعرف تقريبا، ممكن يعني اقول ان انا عندي احتماليه 1 من 12 سيانات الكونجينتال هارت ديزيز. فالبلس اوكسيمتر سكرينينج فور نيو بورن بتوين 24 اند 48 اورز اوف ايج مهم جدا، وخلاص زي ما قلنا بقى يونيفرسال سكرينينج لاول نيو بورن. وخصوصا احنا عايزين نعرف ان الكونجينتال هارت ديزيز كومن، وده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي، ودي تقريبا في 1% اوف اول نيو بورن. الكونجينتال سيانوتيك هارت ديزيز اوكيرنج ابروكسيميتلي 18 per 10,000 infant، ودي life threatening condition with significant morbidity and mortality in neonatal period. السيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز الحقيقه بتبقى ممكن لها neonatal presentation، وممكن يبقى فيه تدخل ايرلي، سواء التدخل ده surgical management او catheterization. ومهم جدا دي فكره استخدام البلس اوكسيمتري screening for newborn. This condition may require heart surgery. حالات اللي هي احنا قلنا تقريبا حوالي 12 حالة ممكن تتدكتد بالبلس اوكسيمتري. This conditions require ممكن تحتاج heart surgery او castor based intervention within the first year of life to prevent end organ damage or this. اوكي يا شباب، اوكي، ده شكل البلس اوكسيمتري. تيست بسيط يقدر يوجهنا لحل مشاكل كده. وده الدياجرام، والحقيقة نشوف الدياجرام مهم جدا جدا، احنا نحاول نعرفه كده مع بعض ان سمبليفيكيشن. انا عندي البيبي في النيرسري اكتر من 24 ساعة، انا ممكن اعمل له تيست، او لو انا يعني هيلعانها ديشارج قبل 24 ساعة ممكن اعمل له تيست قبل 24 ساعة، بس حبس بعد 24 ساعة علشان الترانزيتوري بيريود اللي هي ما بين الفيتال سيركوليشن والادلت سيركوليشن ممكن تاخد فتره ال 12 ل 24 ساعه. طيب انا هعمل سكريننج، هستخدم البلس اوكسيمتر مثلا في الرايت واللور ليمب، ابر ليمب ولور ليمب، وهشوف الساتوريشن عامل ايه. لو عندي الساتوريشن اقل من 90% ان رايت هاند اور فوت
يبقى انا العيان ده فيلد سكرين، يبقى انا عندي افكر في واحد من 12 كونجنتال سيادوك هارت ديزيز. طيب لو عملنا السكريننج وطلع الساتوريشن من 90 لاقل من 95 في الرايت هاند، او الديفرنس ما بين ابر اند لور ليم اكتر من 3%، هنعمل ايه؟ هنستنى دقيقه ونكرر بعد دقيقه. ماشي، لو عندي الساتوريشن طلع اكتر من 95% في الرايت هاند والديفرنس ما بين الابر واللور ليم اقل من 3%، خلاص العيان ده باست سكريننج، خلاص ده مش محتاج حاجه. بعد دقيقه ريبيت سكريننج ان بعد ساعه ان 1 اور، يبقى انا بعد ساعه انا هكرر الاختبار تاني. اما اكرر الاختبار تاني بعد ساعه واشوف برضو عندي هنا الساتوريشن، لو انا عندي بقى ساتوريشن من 90 ل 95 وبعد ساعه الساتوريشن بقى اقل من 90، خلاص ده فيلد سكريننج وداخل في مجموعه الكونجنتال سيادوك هارت ديزيز غالبا، يعني عشان مش اكيد بنسبه 100%، انما ده سكريننج يقول لي ان انا اعمل فيرزر انفستيجيشن، سواء الفيرزر انفستيجيشن هي عباره عن ايكوكارديوجرافي او عباره عن كاسترايزيشن حسب الانديكيشن. طيب يبقى انا كده لو عندي الساتوريشن كان من 90 ل 5 اقل من 95 والديفرنس اكتر من 3%، انا لو بعد ساعه قررت وطلع الساتوريشن اقل من 90، خلاص انا فيلد سكرين. لو طلع عندي اكتر من 90 في الرايت هاند والديفرنس اقل من 3%، يبقى انا باست سكرين. اوكي يا شباب، اوكي. طب لو طلع من 90 ل 95 برضه والديفرنس اكتر من 3%، هستنى واكرر تاني بعد ساعه. لو الساتوريشن اقل، طلع اقل من 90%، خلاص فيلد سكرين. لو الساتوريشن من 90 ل 95 بعد ما انا قررت مرتين بعد ساعتين، يبقى انا كده فيلد سكرين. اوكي، لو طلع اكتر من 95% ورفع، خلاص يبقى انا باز سكرين. يا ترى ايه هي الديزيز اللي ممكن اشوفها بالبلس اوكسيمتري؟ عندنا 7 موست كومن كريتيكال ليجنز ذات بريزنت ويز هايبوكسيميا، اللي هم ايه بقى؟ هايبوبلاستيك ليفت هارت سندروم، عندنا بالمونري اتريزيا وذ انتر فنتريكولا او فنتريكولا سيبتم، تتراجيو فالت توتال انيمالز اوف بالمونري فينس ريتيرن، عندنا ترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز، عندنا ترايكاسبت اتريزيا، عندنا ترانكس ارتريوز. شوف كده بعض الصور، عندنا نشوف بعض الصور اندر ديفلوب، ده الليفت فنتريكل، هنا اللي هو ليفت فنتريكولار هايبوبليزيا. زي نرجع مع بعض كده، هايبوبلاستيك ليفت هارت سندروم، ده زي ما احنا شايفين كده هايبوبلاستيك ليفت هارت سندروم. بس ناخد بالنا هنا ان هنا في انتاكت ما بين، او في كونتاكت ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل اللي هو الميترال فالف، هنا انتاكت وشغال، لان هيجي لنا حاله ثانيه هنشوفها مع بعض سوا. ده عندنا العيان هنا عنده ايه؟ العيان هنا عنده الرايت اتريوم، الرايت فنتريكل حجمه صغير جدا، ماشي. وعندنا هنا بقى في ايه؟ هنا عندنا هنا البالمونري اتريزيا، ده البالمونري فيزلز مقفوله، ماشي، يبقى دي بالمونري اتريزيا. طيب هنا عندنا ايه؟ عندنا هنا فالوت، عندنا هنا في هنا الفي اس دي، وعندنا هنا في ستينوزس اهو بالمونري ستينوزس، وعندنا رايت فنتريكولار هايبرتروفي ده مع الفالوت. عندنا هنا انوماليز اوف بالمونري فينس ريتيرن، البالمونري فينس مفترض ترجع البالمونري فينس على الريت رايت الليفت فنتريكلز، لا هي مش راجع على الريت، يعني مثلا واحد منهم هنا راجع تاني على السوبيرو فينا كيفا، وبعدين داخل في الرايت اتريوم، وبعدين داخل تاني على الليفت اتريوم عن طريق الاي اس دي. بس توت انوماليز اوف بالمونري فينس ريتيرن. في برضو عندنا في هنا ديفكت الاورطة هنا طالع من الرايت سايد، يبقى ده ترانسبوزيشن اوف جريد فيزلز، ماشي، الاورطة طالع من الرايت سايد والبالمونري ارتري طالع من الليفت سايد. عندنا هنا ترايكاسبت اتريزيا، ترايكاسبت فالف هنا ما فيش ترايكاسبت، ابسنت ترايكاسبت فالف. عندنا هنا ترانكس ارتريوزس. اوكي، في 5 كريتيكال ليجنز ولكنهم ليس كومن، ولكنهم بيبقى بريزنت ويز هايبوكسيا اور ار مور كومن دونت بريزنت ويز هايبوكسيا، يعني ممكن يبقى بريزنت ويز اور ويزاوت. كوركتيشن اوف اورتا ويز بيتن تكس ارتريوزس، عندنا دبل اوتلت رايت فنتريكل، عندنا ابشتر الومالي، عندنا انتربت اورتيك ارش،
عندنا سنجل فنتريكل، عندنا دبل اوتلت اهو ماشي، التو بيج فيزلز طالعين من الرايت فنتريكل مثلا، عندنا هنا اوبشنال انومالي، شوف الرايت فنتريكل حجمه صغير، ترايكاسبيد فالف حصل داون وورد ديسبليسمنت اوف ترايكاسبيد فالف، عندنا هنا الانومالي، عندنا هنا ده كواركتيشن في اوف اورتا هنا نارو اسكيميك ريجنز ماشي، ده عندنا هنا اللي هو بنسميه اللي هو السنجل فنتريكل، اللي هنا عندنا الليفت فنتريكل هنا تقريبا رودمنتري رودمنتري، وبعدين هنا الميترال فالف مش شغال زي ما احنا قلنا في الهايبوبلاستيك ليفت هارت التاني فيه الميترال فالف شغال انتكت، انما هنا تقريبا الميترال فالف كلوزد اور اتريتيك. نكمل بقى السكريننج، يبقى احنا قلنا اول سكريننج ماتيرنال سكريننج، وتاني بعد سكريننج قلنا بالس اوكسيمتري سكريننج اوف ذا نيو بورن، بعد كده في سكريننج فور نيونيتال سيبسيس ريسك. ريسك فاكتور فور ايرلي اونست نيونيتال سيبسيس انكلود، هنعمل سكريننج للماتيرنال جي بي اس، جستيشن الايج لو اقل من 37 اسبوع، عندنا انادكويت جي بي اس بروفلاكسس، عندنا ماتيرنال انترا بارتم فيفر، رابشر اوف ممبرين اكتر من 18 ساعه، ساينس اوف كوريو امنيونايتس، دي كلها نعمل سكريننج للريسك فاكتورز فور ايرلي اونست نيونيتال سيبسيس. في الكورد بلاد سكريننج، نعمل كورد بلاد سكريننج لو العيان فور بلاد تايبس اند دايركت كومز should be performed to any infant born to mothers who is Rh negative has a positive antibody screening or who has had previous infant with COMS positive hemolytic anemia. يبقى بنعمل cord blood screening ل ال COMS test والبلاد جروب مهم جدا، بالاضافه احنا الكورد بلاد بنستفيد منه في سكريننج لحاجات كتيره جدا. نيوبورن ميتابوليك سكريننج اللي هو موجود عندكم يا شباب في الكتب اللي انتوا بتقروا منها، نيوبورن ميتابوليك سكريننج التايمنج ده بنعمل الميتابوليك سكريننج امتى؟ بنعمله يعني ما بين اليوم الثالث واليوم الثامن، ليه؟ علشان يبقى البيبي بدا الفيدنج سواء بقى خد البروتين او الكربوهيدرات او الفاد، ولو في ديفكت في الميتابوليك باسوي بتاعهم هيظهر، بالاضافه لو فيه بعض الماتيرنال هرمونز الطفل واخدها باسيفلي من المذر بيحصل الليفل بتاعها يقل، ونرجع بقى احنا الوضع بتاع الطبيعي بتاعنا اللي احنا نقدر نتعامل بيه مع البيبي، وده يكون الريفليكت الميتابوليك ستيت اوف ذا بيبي. يبقى افتر انيشيشن اوف ميلك فيدنج بتوين ذا ثيرد اند ايتس داي، روتين كولكشن اوف ذا سبيسمن بتوين 24 72 اورز اوف لايف، ان سام ارياز ان ذا وورلد سكند سكرين از روتينلي بيرفورمد ات 2 ويكس اوف ايج. ماشي، انتوا طبعا اللي مشهور وانتوا عارفين متعرفين عليه عينه الكعب اللي بتتاخد عندنا هنا بعد اليوم الثاني او الثالث. ايه بقى النيوبورن ميتابوليك سكريننج؟ النيوبورن ميتابوليك سكريننج عندنا هنا 10 سكريننج تقريبا يعني، وهذه الاعداد وهذه الارقام قابله للتغير بتزيد وحسب المكان، يعني في بعض الستيت في امريكا مثلا هتلاقي الاختبارات دي اكتر شويه، في بعض الدول الاندر ديفلوبد كانترز ممكن تلاقيها اقل شويه. فايه السكريننج اللي بيتعمل للبيبي؟ بيتعمل السكريننج بنعمل سكريننج للهايبوثايرويديزم، جالاكتوزيميا، فينيلكيتونوريا، الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، الجروب بي ستريبتوكوكال ديزيز، بايوتين ديفيشنسي، بالروب سكريننج بيفور ديشارج فروم نيرسري، جلوكوز سكريننج فور انفنت اوف دايابيتيك ماذرز، مهم البري تيرم والانفنت اوف دايابيتيك ماذرز مهمين جدا على فكره، نعمل اسسمنت الجلوكوز ونعمل سكريننج للجلوكوز، لان الجلوكوز لما يقل هو المين فول اوف ذا برين، وبالتالي ممكن يحصل برين انجل. البروبن سكريننج ده بيفور الشارج مهم جدا، لان هو الليفل بتاع البروبر ممكن بيعلى مع الوقت. الهيرنج سكريننج مهم جدا هنتكلم عنه، وده خلاص دخل في النيونيتال سكريننج، هو ربما يكونش ميتابوليك سكريننج انما هو من النيونيتال سكريننج المهم جدا. في اذر كونديشن زي سيستيك فايبروز في بعض الستيتس وبعض الدول الاوروبيه بتعمل السكريننج فور سيستيك فايبروز، وكل سنه بيزيد الاعداد. نتكلم عن الهيرنج سكريننج، وده يونيفرسال نيو بورن هيرنج سكريننج از ريكومندد تو ديتكت هيرنج لوس از ايرلي از بوسبل. العيانين اللي هم دخلوا ال NICU دول ات هاي ريسك فور ديفلوبينج هيرنج لوس، ودول لو اتسابوا وان اندتكتد
hearing loss can result in delay in language communication and cognitive development. يبقى أنا لو عملت screening أعمل catch up للحالات اللي هي عندها hearing impairment وأبدأ أتعامل معها وأعمل لها rehabilitation early في the time of acquire the skills of language. في بيستخدم to screening the currently acceptable methods for physiological hearing screening in the newborn are هم حاجتين. Auditory brain stem response و evoked autoacoustic emissions test. بيستخدم threshold اللي هو 35 ديسيبل ده لو العيان يعني ما بيسمعش عند الليفل ده يبقى انا عندي مشكله. Cut off for abnormal screening او هو ما بيسمعش عند الليفل ده يبقى انا معناه ان هو عندي درجه mild hearing loss او حسب ما هنشوف الجدول اللي موجود عندنا. طيب ده اللي هو الاوديتوري برين ستيم ريسبونس ده بيتعمل ازاي؟ هو بيتحط تقريبا 3 الكترودز الكترو انكفالوجرافيك ويفز جنريتد باي ذا اوديتوري سيستم ان ريسبونس تو كليك ثرو ذا 3 الكترودز بليزد اون ذا انفانت سكالب. 3 الكترودز زي ما احنا شايفين كده بيتحطوا على السكالب على ادي واحد اهو اثنين والثالث غالبا من اللامه الثانيه وهيدي ويفز معينه نقدر نحكم بيها على الامبيرمنت و الديفكت اللي عند البيبي. في الثاني اللي هو الايفوكت اوتو اكوستيك ايميشن هو الاوديتري برين ستيم. الاوديتري برين ستيم ريسبونس هو البريفيرد تقريبا دلوقتي لان هو هنقول ليه هو بريفيرد. الايفوكت اوتو اكوستيك ايميشنز وده ريكورد اكوستيك فيدباك فروم ذا كوكلي وده لازم يبقى عندي كوكلي انتاكت ولو الكوكلي فيها مشكله يبقى انا التيست هيبقى عندي مش هيبقى لو فاليو تو ديتكت الاذر كوز اوف هيرنج لوس. عشان كده هو الاوديتري برين ستيم ريسبونس هو البريفيرد عن الايفوكد اوتو اكوستيك ايميشنز زي ما احنا بنقول هو بيعتمد على كليك او تومبرس ستيمولس وبيشوف الريسبونس عن طريق الكوكليار ريسبونس. الاوديتري برين ستيم ريسبونس از مور ريكومندد اوفر ذا auditory evoked او auto acoustic emission in high risk infant this because the auditory brainstem response test the auditory pathway behind the cochlea and pick up neural hearing loss including auditory dyssynchrony. infant ايه بقى اللي بيحصل لو انا عملت التيست للبيبي وfield the screen in both ears يبقى لابد ان انا اعيد الاختبار او اعيد التيست تاني بعد within 2 weeks of زير انيشال تيست. يبقى انا عندي لو حصل فيلير في التو ايرز يبقى انا هعيد التيست بعد اسبوعين. طب لو حصل فيلير يونيلاترال ابنورمال ريزلت شود بي فولو اب تيستنج وزين 3 مانس. طبعا مهم جدا ان انا كاتش اب الهيرنج امبيرمنت علشان اعمل ده بيدينا تشانس للشيفنج ابروبريت لانجوج اند كوميونيكيشن سكيلز. ده الهيرنج سكريننج تيبل وده ديجري اند سيفيريتي اوف هيرنج لوس. نورمال لو العيان بيسمع لحد 15 ديسيبل سلايتلي يعني سلايت هيرنج امبيرمنت لو من 16 ل 25 مايلد لو من 26 ل 40 مودريت من 41 ل 55 مودريت لسيفير 56 ل 70 ديسيبل سيفير لو ما بيسمعش الا عند 71 ل 90 ديسيبل بروفاوند لو بيسمع اكتر من 90 يبقى بروفاوند هيرنج لوس. اوكي يا شباب بشكركم وبتمنى لكم التوفيق وان شاء الله حضرتنا الجايه ان شاء الله هتبقى على الجستيشنال اي اسسمنت اند بريماتيورتي او بريتيرن بيبي. توفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.